بالنسبه للمراه والبنت الصغيره جلابه كندوره، البنيتات الصغار تكيشطات قفطنات بلا حزام. دابا ولينا كنديروا دي تونيك اللي تقدر تلبسها مع جين ولا مع سروال. نقدروا نديروا دي جابادور. هذه بالنسبه للمراه بيان سو ما تلبسش تكشيطه ساسي سور بالمضمه والحزام وداكشي. وحتى القفطان حتى اذا بغات شي وحده دير قفطان بحزام كنديروا لها قفطان بمجدول باش كتكون باينه بانها غير عشيه ولا غير شي حاجه خفيفه ماشي هذا. باغ كونط خلو وليدات اما جليلبات اما جابادور اما دي تونيك مع الجين قصيرين اما قنيضرات خفاف. هادشي اللي يمكن يلبسوهم الدراري. اول حاجه نقدروا نلبسوهم السوسدي هو الثوب اللي كنقدروا نلبسوه للدراري الصغار. نقدروا نلبسوهم اذا كان الحال شويه بارد مليفه رقيقه ماشي الغليظه. هادو هما اللي كنقدروا نلبسو للدراري الصغار اولا الجيم. هادو ثلاثه ديال الاثواب للدراري الصغار. وبالنسبه للالوان على حسب اللون ديال الطفل كي داير. من الاكثر هي الاغلب يا اما داك لو بلو سيب ماشي ان بلو سي ام سي ام بلو تركوا اما لو دوري شامبان اما لو بلون اما لو روج. هادو هما اللوينات الاكثر ديال الدراري الصغار. الخياطه اما برشمان اما زواقد المعلم بيان سور هما اللي كاينين ولا السفيفه شارفه عليهم شويه مي مو جو بريفير سوا زواق ديال المعلم سوا برشمان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.